السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نغير الرقم السري الخاص بفيزا بنك مصر او اي مكنة تانية، مش هتفرق كتير، يعتبر الطرق كلها بتكون قريبة من بعض. اول حاجة هنركب الفيزا في المكنة، استمرار، اللغة العربية، بعدين بنكتب الرقم السري، وبعدين بنختار أخرى، وبعدين تغيير الرقم السري. هنا بيقول لنا برجاء ادخل الرقم السري الجديد. بعد كده بتبدأ تكتب الرقم السري الجديد اللي انت عاوز تخليه للفيزا بتاعتك، بعد كده بتكتبه مرة كمان، بيقول لك الرجاء إعادة ادخال الرقم السري. تم حفظ الرقم السري الجديد، هل تريد إجراء عملية أخرى؟ لا. بعد كده بنسحب الفيزا، وبكده نكون قدرنا اننا نغير الرقم السري الخاص بالفيزا بتاعتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو استفدت من فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، واشوف وشكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.